رفع الكرة عالية، ثم فرصة لفايت النجم الريدي الساحلي في اتجاه جيتون سيلفا وأيمن الشرميتي داخل مناطق الجزاء، والهدف الأول، الهدف الأول في الساحلي. إذا أمامكم جيتون سيلفا، التصويب في مناسبة أولى من أمين الشرميتي تعود إلى جيتون سيلفا، واللي باغت الحارس أيمن المثلوثي هدف مقابل صفر بعد 18 دقيقة لعب. أسبقية لفايت النجم الريدي الساحلي اتجاه محمد علي نفخة، محمد علي نفخة ثم سيلفا صاحب الهدف الوحيد في اتجاه جيلسون سيلفا داخل مناطق ال 18 متر، والتصويب ممتاز جدا اتجاه محمد علي نفخة، محمد علي نفخة ثم سيلفا صاحب الهدف الوحيد في اتجاه جيلسون سيلفا داخل مناطق ال 18 متر، والتصويب ممتاز جدا. هذه الصور البطيئة أمامكم للعملية الأخيرة، كرة ورائية من جيلسون سيلفا وأمين الشرميتي، أمين الشرميتي باتجاه جيلسون سيلفا الإطار الفني في قوافل قفصة. العملية الفنية لجيلسون سيلفا والاعتراض من الحلاق هجوم النجم الساحلي يبحث على جيلسون سيلفا، وجيلسون سيلفا